زين ليش وين؟ فيلم يوم اخر ايش صار وياك انت وناهد الرماح الله يرحمها؟ وهذا الله يرحم المخرج صاحب حداد، مشهد مال معركة، فيجي طالب الفراتي يضربنا هو والمجموعة مال طا 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 طا، طبعا ردود فعل. فأنا وياها واقفين وبصفنا واقف مطي مطي، فهم شو مسوين؟ أجل لكم الله على المطي، يعني حاطين مفرقعة على أساس حتى يفز، يعني يفز ويصير اللي هو هذا الفز والطحم وطحمر شني. فالظهر مزيدين الحبة العيار مال المفرقعة، فمن طقت الطقة طفر المومطي صار أسد، طفر وبرجله طق هذا الرماح قطية بصدره وقعت. زين ما ماتت، لا زين هسه لو ما سكت منو هذا المطي ما سكت، يقمش وطاق وطيق وطاق وطيق وطاق. لما خلصنا من شغلته مكاسير اثنين وكذا الله يرحمه يعني تأذت شوي. انت عندك مشكله ويا الحيوانات تصور وياهم؟ لانه عندي موقف ثاني تحكيت لي اياه، بس انت حاول الصيغه للناس بطريقه تنحكي. انه مره صورت مسلسل تاريخي، فيعني لا يعني لا شوف، هو الخيول كلهم كانوا ذكور؟ لا هو غزل. شوف انت، لا هي هي الشغله شنو، انت مرات يصير بالتاريخ انه يجيبون الخيل مثلا 10 15 ما يجيبون يمهم نثيه، حتى ما يلتهون بغير شغله، ما يصير غزل وغزل ويلتهي الجره منها ورا ورا النثيه يسوي شرح منها يا معول بغيره تجيبه منها ماكو. فمره نمثل وكذا وممثلين عرب وهذا، ف 7 8 خيل موجوده ذكوره وهذا والهودج وكذا والممثلات شيء قاعدات على الخيول الممثلات والخيل وهذا، وهناك السرسح انه سرسحت نثيه وشون تمشي منها هيك تتقلب يعني واحد جايب نثيه ما ناسي وناسي من غير مكان جاي فات بالهودج، وهي شافت النثيه شافوا النثيه راح الكل من الدرب منها كلها راحت هيك والممثلات وقعوا. يعني القصد انه اكو مواقف طريفه تحصل خارج عن ارادتك، خارج عن ال طبعا هذا اي. فالوقع وقع، واللي والطاح طاح، واللي يعني وتوقف التصوير وانتاجيا ايضا طبعا يكلفهم الشغله هاي. احنا اكو مواقف حلوه، اكو مواقف خارجه عن ارادتك تصير صحيح بالتمثيل، لو تضحك لو يتوقف على هذا، وظلت تتذكره مرات عيد مره مرتين ثلاثه.